الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شبير عزيز. لقد مكنت المسيرة الخضراء التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة من استكمال الوحدة الترابية للبلاد، ووفاء لقسمها الخالد نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.